السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم. في هذا الفيديو نريد أن نسلط الضوء على المجهودات الجبارة لعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة والسلطات المحلية وأعوانها بمدينة ماكناس للمساهمة في تأمين الوقفات الاحتجاجية، وهذا أقل شيء تقديرا لجهودهم في مجال المحافظة على الأمن وحماية الممتلكات. وكما يشرفنا نحن كطاقم صوت العدالة أن نقول شكرا رجال الأمن الوطني ورجال القوات المساعدة. هذا ليس نفاقا منا أو خوف، بل نقولها بكل فخر وشرف. هذه الفئة من المجتمع تشتغل ليل نهار من أجل أمن واستقرار الوطن والمواطن، بل الأكثر من هذا تضحي بالغالي والنفيس من أجل تحقيق ذلك. مرة أخرى شكرا لكم رجالا ونساء الأمن الوطني والقوات المساعدة عموما وخصوصا في مدينة مكناس. كان معكم ربيع دحاني.